في جريده الاتحاد الاماراتيه، استاذ علي معالي. مساء الخير على حضرتك، منورنا اكيد في قناه النادي الاهلي. مساء الخير استاذ شهماد، نورك ونور جميع مشاهدي القناه. يعني طبعا حضرتك يعني بتهتم دايما في كتاباتك عن نادي الوصل الاماراتي، ففي البدايه كده عايز اسال حضرتك، شايف الاعلام الاماراتي او الصحافه الاماراتيه بتتناول لقاء بكره، اللقاء الهام جدا ما بين النادي الاهلي والوصل الاماراتي في البطوله العربيه ازاي؟ هو لاول مره طبعا في تناول طبعا بالنسبه للبطوله العربيه، على اعتبار انها بتحمل اسم يعني خالد في الامارات وخالد في الوطن العربي هو المرحوم الشيخ زايد. صحيح. بطبيعه الحال في اهتمام كبير في الصحافه الاماراتيه بهذه المباراه. المباراه دي طبعا اول مره ان الوصل الاماراتي يلتقي فريق مصري في البطوله العربيه. صحيح. وبالتالي هناك اهتمام كبير، على الرغم من ان فريق الوصل في الوقت الحالي حسب المعطيات الفنيه أسوأ فتره يعيشها الوصل منذ سنوات طويله. ودي قد تكون مؤشر مثلا لان الاهلي يكون افضل، لكن دائما هذا الفريق بالفعل لانه يضم عناصر متميزه جدا، لكن الهبوط الحالي في مستوى الفريق ده ليه اسباب وليه تداعياته اللي ممكن نتكلم فيها فيما بعد. طيب طبعا انا سالت حضرتك عن ازاي الصحافه شايفه اللقاء ده، هل في اهتمام يعني كبير وهل في توقعات للقاء، ولا زي ما حضرتك قلت ان هو الفريق متعثر فنيا في الفتره الاخيره فالتنبؤات بتيجي بفوز النادي الاهلي هناك؟ لا، هي توقعات اللي غير مكتوبه على الورق واللي ممكن تتقال في التلفزيونات على مستوى المحللين الفنيين، ان مستوى الاهلي حاليا هو افضل بكثير من مستوى الوصل. حتى وان لاعب الاهلي زي ما سمعنا مثلا احنا هنا في دبي ان الاهلي هيلعب بالصف الثاني من اللعيبه، الوصل في الوقت الحالي مستواه زي ما قلت لحضرتك 3 هزائم متتاليه في الدوري، جمع 7 نقط فقط من 6 مباريات وده عدد قليل جدا. صحيح. الجهاز الفني تمت اقالته، كان عندهم مدرب ارجنتيني اسمه جوستافو تمت اقالته بعد الجوله السادسه، بتولى تدريب الفريق حاليا مدرب مواطن والكابتن حسن العبدولي. مع ذلك الفريق لم يتغير القوام الاساسي بتاع اللاعبين، لكن تاثر كثيرا الفريق هذا الموسم بانهم استغنوا عن مدرب ارجنتيني كان يؤدي بشكل قوي جدا خلال الموسمين الماضيين، ودليل ان الموسم اللي فات احتل المركز الثالث في الدوري الاماراتي. الدوري الاماراتي كان صحيح. رودولفو اروا بارينا كان ده، اروا بارينا ده من المدربين اللي مستواهم عالي جدا كان في الارجنتين. طيب. خليني اعرف من حضرتك اكتر عن نادي الوصل الاماراتي، حضرتك قلت لي دلوقتي ان هو كان بيحتل المركز الثالث في الموسم الماضي، لكن الموسم ده هو متعثر بعد تغيير مديره الفني السابق، هل نادي الوصل الاماراتي بيحظى هناك في الامارات بشعبيه كبيره؟ معلومة بس بسيطة عايز أقولها للمشاهدين الأهلاوية تحديدا، الوصل بدايته كان اسمه الزمالك، يعني الوصل هنا في الإمارات معروف إن هو قلعة الزمالك الموجودة في دولة الإمارات، تغير اسمه فيما بعد باسم الوصل. شعبية الوصل تكاد تكون في دبي تحديدا رقم 1، وتكاد تكون رقم 1 أو 2 مع نادي العين على مستوى دولة الإمارات. جماهيره تعشق حاجه اسمها كره قدم، تعشق حاجه اسمها اداء فني رائع، يعني مش عايز اقول مجانين كوره، بالفعل هم جماهير نادي الوصل في الامارات هم اكثر الجماهير حبا واكثر الجماهير متعه تحديدا في دبي. لهم جماهيرهم في دبي، نادي الوصل مكانه في دبي. نادي الوصل مكانه في دبي، لان عارف حضرتك الامارات 7 امارات يعني صحيح متواجده فيها، فكل اماره فيها النادي الخاص بيها. اماره دبي تحديدا فيها 3 انديه، نادي شباب الاهلي دبي ونادي الوصل ونادي النصر. فالوصل يعتبر من الاكثر جماهيريه في دبي وينافس العين على رقم 1 على مستوى دوله الامارات، وبالتالي الجزئيه بينافس العين جماهيريا تمام على مستوى الامارات، لكن العين السنوات الاخيره دايما زي ما احنا بنقول في مصر مثلا ان البطولات تجيب جماهير، يعني الاهلي تاريخ الاهلي بني على اساس الجماهير على اساس البطولات الكثيره اللي جابها على مدار تاريخه، وبالتالي اصبح في ارث كبير من الجماهير. نفس الحكايه العين عنده ورث كبير من البطولات، وبالتالي اصبحت الجماهير هي شغوفه بالعين، لكن اعتقد اذا عاد الوصل من خلال بوابة البطولة العربية ستعود إليه الجماهير مرة أخرى على الأقل على المستوى المحلي خلال الفترة اللي جاية. طيب يعني حضرتك قلت لي بس معلومة أول مرة أسمعها، أن نادي الوصل كان هو نادي الزمالك الإماراتي سابقا. مظبوط تمام. طيب خليني برضو أسأل حضرتك عن موقف الوصل التي قلت لي متعثر فنيا، فممكن أعرف ترتيبه كام في الدوري الإماراتي؟
حاليا هو عنده زي ما قلت لحضرتك عنده 7 نقط من 6 مباريات. صحيح. بيحتل الدوري الاماراتي 14 فريق، هو من الاربع فرق المؤخره حاليا، لان في 3 فرق يتساووا في النقط، هي 7 نقط، فالترتيب بينهم يعني هو الموقع ده غريب جدا على الوصل السنه دي، يعني عمره ما حصل ان الوصل خلال الخمس سنين اللي فاتوا يعني وصل لهذه المرتبه من الترتيب، انه يبقى في المركز العاشر او التاسع من الدوري، دي ما بتحصلش في الوصل. لكن السنه دي على اعتبار الهزه الكبيره والعنيفه اللي حصلت له بسبب عدم الاستقرار الفني جوه الفريق، وعدم الاستقرار ده للامانه الوصل من احد خلال السنتين اللي فاتوا كان مستقر فنيا جدا بوجود المدرب الارجنتيني رودولفو، لكن لغير سبب واضح اداره النادي اقامت بتغيير المدرب، وفي 3 من اللاعبين الاساسيين البرازيليين اللي كانوا موجودين في الفريق هم العصب الاساسي بتاع الفريق، لما حاولوا يغيروا المدرب ده هم كان لهم راي انه ما يتغيرش، لكن الاداره اصرت على تغييره. الثلاثه دول منهم 2 حاليا مستواهم اصبح متدني جدا رغم انهم احد افضل لاعبين اجانب في دوله الامارات. انا عايزه اعرف من حضرتك مين ابرز لعيبه الوصل الاماراتي؟ مين اللي تقول الجمهور خلي بالكم هم دول اللعيبه اللي ممكن يراهن عليهم الوصل الاماراتي؟ هتشوفوا 2 لعيبه برازيليين موجودين في الوصل من امهر ومن احسن لعيبه اجانب في الوطن العربي، هم كايو ليما، كايو وليما، ليما ده كانوا وليما، كايو وليما، كايو اوكي، واحد اسمه كايو وواحد اسمه ليما، الاثنين دول من امهر اللاعبين والهدافين اللي موجودين في الوطن العربي حاليا. على سبيل المثال مثلا ليما ده هم موجودين في الوصل من 2004. ليما ده بيلعب ايه؟ خط وسط مهاجم. وكايو مهاجم صريح، مهاجم صريح. وعلى الرغم من ذلك ان ليما اللي هو خط الوسط المهاجم ده زي ما قلت لحضرتك بيلعب من 2014 2015 احد ابرز الهدافين في 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 تاريخ الوسط في الوقت الحالي، يعني اول موسم جاب 16 هدف، الموسم اللي بعديه جاب 20 هدف، في 2016 2017 جاب 25 هدف، في 2017 2018 جاب 19 هدف، الموسم ده عشان هو مستواه متراجع بسبب رحيل المدرب جاب 2 فقط، لكن الاثنين دول هتشوفوا 2 من النوعيات اللعيبه المهاريين جدا واللي استقطبهم الوصل لمكان، يعني كايو ليما ده عنده دلوقتي 25 سنه، جه الوصل وعنده 20 او 21 سنه ب 500,000 دولار، دلوقتي ما لا يقل عن 20 او 25 مليون دولار ممكن يتباعوا فيها. طيب في فتره تولى فيها مارادونا تدريب الوصل الاماراتي؟ دي كان فتره من ازهى فترات الوصل اعلاميا على مستوى العالم، وهو مارادونا لما جه الامارات كان جه تدريب اساسي على نادي الوصل، وكان اول مره ينتقل مارادونا لمنطقه الشرق الاوسط والخليج تحديدا كتدريب، وصعد معاهم لنهائي بطوله الخليج، وقدم معاهم موسم كان الى حد ما مش عايز اقول متميز، كان موسم جيد، لكن برضه نفس الاخطاء ان انت غيرت مدرب، اداره تغيرت فغيرت مدرب، الوصل تراجع وبدا يشيل منافسه قدام الوصل الموسم اللي فات والموسم اللي قبليه وتحديدا الموسم اللي فات، بدليل ان احتل المركز الثالث وهيشارك في بطوله اسيا النسخه اللي جايه. بشكرك جدا استاذ علي معالي، نورتنا النهارده في قناه النادي الاهلي، طبعا بتمنى اللقاء ده يطلع بشكل مشرف طبعا يليق بالشقيقين العربيين. طيب نرجع